وعندما نقول مهمومة بالسلم الاجتماعي، لأنه أي مواطن من الكواهلة، من الشكرية، من اللحويين، من البطاحين، من غيره، هو قيمة لا يستهان بها. وواجبنا في الدولة أن نبحث عن الوسائل التي تحافظ على هذا الإنسان، التي تحقق له كرامته وإنسانيته التي يبحث عنها والتي غابت عنه سنين طويلة. هذه الكرامة وهذه الإنسانية لن تتحقق إذا قعدنا كلنا مع بعض، كل مجموعة اتقفلت في إنه هي القبيلة الفلانية والقبيلة العلانية، وقعدنا نتناحر كقبائل. ولكن عندما نتجاوز عن الصغائر، عن الخلافات، عن الفتن، نسمع على الفتن، نفوت الفرصة على المفتنين، عندما نتغلب على الشيطان بيننا نستطيع أن نكون مجتمع واحد. وبالتالي تستطيعون أن تجبرونا نحن في الدولة أن نحقق المطالب بتاعتكم المشروعة. تفخذ ولا يدي الكلام، حذاري أن وطنك يضام، حذاري أن يصبح هضام جهل وفقر وانغسام، فلنتحد ويجب نعيد لوطننا أمجاد الكرام.